إيدات قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الجزء من البساط الاحمر الليله باش نخصص هذه المساحه لاستقبال ابطال. في الحقيقه شرفونا رفعوا الرايه الوطنيه في بطوله العالم اللي دارت مؤخرا بقطر. بطوله العالم لذوي الاحتياجات الخاصه المنتخب الوطني التونسي كان تالق تحصل على المرتبه الخامسه على المستوى العالمي، المرتبه الاولى على المستوى العربي، وتالق كبير خاصه لمجموعه من ابناء الجهه. شرفونا، شرف الجهه، شرف الوطن، وكما ذكرت حملوا يعني رفعوا الرايه على الوطنيه عاليا في قطر بكل تميز. ممتاز جدا ما تحصلوا عليه من نتائج، ممتاز جدا كذلك هذا التواصل، في الحقيقه هذا التالق المتواصل باعتبار انهم تالقوا كذلك في الالعاب الاولمبيه والاخيره اللي دارت بلندن، في انتظار ان شاء الله تالق ايضا سنه 2016 بالبرازيل. يحضروا معنا وسعداء بذلك، نستقبلهم باذاعه قفص محمد يحيى المدرب الوطني، مع كذلك سي راشد دريدي المسؤول الاعداد البدني، والابطال روعه تليلي كانت رائعه كالعاده، مرحبا بك روعه، وكذلك عباس سعيدي ايضا بطل اكتشفناه في الحقيقه وتحصل على زوج ميداليات، واحده ذهبيه وواحده فضيه، بالاضافه لفتحيه عميميه كانت باش تحضر معنا، كذلك مروه ابراهيم حبت اذاعه قفصه باش تكرم الابطال، باش تكرم كل من يتالق، كذلك كل من يحمل الرايه الوطنيه عالي. حبيت نرحب بكم في البدايه، يعني نتائج هل كانت في يعني ربما في الحسبان، وايضا انتم برمجتوش للنتائج هذه، يعني كانت نتائج في الانتظار؟ والله البرمجه هي معناها اساس كل عمل، معناها فما برنامج وفما عدد نتاع ميداليات معناها المنتظره. العدد الميداليات المنتظره كان هو اقصى ما يمكن ان نتحصل عليه في هذه الدوره، اقصى ما يمكن سواء من ناحيه الكم او الكيف. هو معناها رقم قياسي كما وكيفا. وسمعنا كذلك ربما المنتخب التونسي كان ربما تحول باكثر عناصر، كانت ان الحصيله تكون اكثر من حيث عدد الميداليات. صحيح، لكن اللي تحولوا هم اللي متحصلين على المرتبه الاولى او المرتبه الثانيه عالميا. عدد نتاعهم كان 9 افراد، لكن اللي هم عندهم الحق باش يشاركوا هم قرابه 30 رياضي تونسي اللي حاقين الحد الادنى للمشاركه في بطوله العالم هذه. ولكن معناها نظرا لمحدوديه الامكانيات نتاع الجامعه التونسيه رياضه الموقعين، وقع الاتفاق على تشريك المرتب اول عالميا او المرتب الثاني عالميا. كان العديد العناصر اللي هم متحصلين على المرتبه الثالثه عالميا والمرتبه الرابعه عالميا كانوا ينجموا يشاركوا ويتحصلوا على ميداليات، وتنجم تكون الحصيله نتاع تونس اكثر، وتنجم يكون الترتيب نتاع تونس اكثر، نجم يكونوا حتى في الثلاثه الاوائل اذا كان الطموح نتاعنا كبير، ولكن الامكانيات تعوز هذه الجامعه وتعوز هذه المجموعه. تحدث على الامكانيات الماديه يعني اولمبي روعه، شنو الحصيله بالضبط؟ احكي لنا شويه واحكي للساده المستمعين يعني فاش شاركتي فاش تالقتي في بطوله العالم بقطر. الاختصاص نتاعي كان دفع الجلة ورمي الصحن، لعبت نهار الاولاني رمي الصحن، حطمت فيها رقم قياسي عالمي الحمد لله، وكانت الميداليه الذهبيه. قداش الرقم؟ رقم قياسي 29 87، سمح الله 29 27 هو هو رقم كان عنده. كان عنده ما حطيت الرقم تاعك. اي حطمت الرقم تاعي، وان شاء الله يعني فما ما خير هذا على مستوى الدوره يعني رمي رميناها. نعم. وبعد لعبت بعدها لعبت دفع الجله، اختصاص دفع الجله، وعملت الميداليه الذهبيه وتحصلت على المرتبه الاولى. انا عندي اثنين هذوما الاختصاص اللي نلعب فيهم يعني اثنين. الحمد لله يعني جبت فيهم زوج ذهب، وانا فرحانه برشا بالنتيجه اللي عملتها يعني.
يعني المستوى كيف ما تحكي انت اللي كنت فيه يعني ما نزلتش عليه، هذا شيء يفرحني ويعطيني يعني العزيمه باش نخدم مع اكثر، يعني باش نبقى في المستوى اللي وصلت له، وان شاء الله يا رب يعني نبقى على المستوى هذا حتى ل 2016 باذن الله. ان شاء الله يعني 2016 الالعاب الاولمبيه بالبرازيل ان شاء الله. ان شاء الله ريو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انت سالتك يعني على ربما الاختصاص، قلت كذلك على تحطيم الرقم القياسي، يعني الانسان كيف يحطم رقم قياسي تاعه هو، يعني فما شعور خاص ولا كي تحطمي ربما تاع انسان اخر عندك اكثر تميز؟ يا اخي احنا هي بالمرحله يعني فوتها لي تاب هذيك، يعني كي وصلت هي صحيح فرحه كبيره وقت تحطم رقم قياسي نتاع شخص يعني كان هو قبله، وقت اللي توصل انت وتحطم الرقم نتاعو يعني تفرح، خاصه كي تسجل انت اسمك في التاريخ وتبقى تنافس بينك وبين روحك، حتى منافستك بينك وبين الميترو صعيبه، راه مش سهله يعني. نعم رمي القرص ورمي الجل الجل الحمد لله تحصلت على الميداليه، حصلت على ميدالية فضية في رمي القرص الحمد لله يا ربي، وحصلت على المرتبة الرابعة في دفع الجلة. هم يضربوا نفس الدراب، كانت مفاجأة معناها للعالم الكل أن في رمي القرص كان المرتبة الأولى والمرتبة الثانية لتونس، معناها روعة وفتحية طلعوا الزوز على منصة التتويج، ميدالية ذهبية وميدالية فضية، اون سبير با ميو، عندنا زوز موجودين خذينا المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. صحيح. في الجله صحيح معناها روعه اخذت المرتبه الاولى وفتحيه اخذت المرتبه الرابعه، نظرا ان زاد فما منافسه تاع الدول الاخرين، فما ناس اخرين زاد يتنافسوا، رغم ان فتحيه حطمت الرقم الشخصي نتاعها في رمي الجله، ولكن ما تحصلتش على ميداليه. ان شاء الله نعودك في البرازيل دفع فضيه ان شاء الله. ان شاء الله في العاب الاولمبيه بالبرازيل ان شاء الله. باهي خلينا نمشي للبطل كذلك. عباس مرحبا عباس. لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. شنو جبت بالضبط؟ الحمد لله. جبت فضية في 800 متر وذهبية في 500 متر. سي محمد قبل ما ندخل للحصة حكى لي على هامش المشاركة تاعك، قال لي فما ميدالية فرحنا بها برشا برشا جابها عباس. هي ذهبية 500 متر كانت مسابقة صعيبة ياسر. صعيبة ياسر. قداش عملت توقيت في 500 متر؟ 4 دقائق 09. الرقم بايس محمد نسلك هو الرقم من احسن الارقام المسجله في التصنيف نتاعو، معناها صنف 38 وهو الرقم القياسي سابقا عند عباس، ولكن المنافسه كانت شديده جدا، ومن الناحيه الجماليه نتاع السباق هو في التكتيك نتاع اللي ينتهجوا عباس والجرينتا هذاك، علاش شفنا حتى يعني حتى نرجع لعباس حتى الفرحه كانت فرحه كبيره وفرحه مضاعفه وتجري وتتلفت وراك تشوف فماش ناس معينين تحب توجه لهم التحيه وكذلك تهدي لهم التتويج هذا بعد تألقك في بطوله العالم بقطر. والله جا حكيتها حتى في التلفز برا في قطر، تحب الميداليتين هذوما زوز اللي جبتهم، نحب يعني نوجههم لبابا الله يرحمه ربي يرحمه وينعمه سنه من الوفاه تاعو، خاطر قبل ديما نقول اللي بابا المساند الرسمي الروعة تلالي بالضبط الحمد لله، يعني الوعد اللي عطول هو ميت يعني باش نبقى في المستوى اللي انا عليه وباش نبذل كل جهدي يعني باش نبقى في المستوى باش ما نطيحش ان شاء الله، ونحب نهداها يعني للشعب التونسي الكل وكل اللي فرحها روعة، وخاصة كفاصة برشا عباد يعني فرحولي وصحابي يوقفوا معاي ويحكوا غادي مسانديني، يعني ديما عاطينك الشحنه اللي انت ما شاء الله تنجم تعمل ما خير وديما باش تبقى في المستوى اللي انت فيه، هذوما نوجه لهم انا تحيه وان شاء الله يعني ربي يخليهم ليا بالحق، خاطر يعطوك ثقه بالنفس ويعطوك قوه العزيمه باش تدخل ما تخاف حتى من حد يعني نفس في اي منافسه، وتحية خاصة لأمي ربي يخليها لي إن شاء الله، هذيك اللي قتلي في الدنيا تو إن شاء الله ربي يخليها لك، وإن شاء الله كذلك تواصلي التألق وإن شاء الله نشوفوك يعني في البرازيل أيضا عايدة بالذهب إن شاء الله. أنا نقدم تحية للأنترونيري سي محمد وراشد دريدي، وقفوا معايا بالكدا بالكدا تعبوا معايا ولعائلتي ومن يعرفني كل شكرا لك يعطيك الصحة. وفعلا فكرة نقول مبروك الراشد المساعد تاعنا الانترنر، نقول ألف مبروك عامل فيهم صايج جديد. أوه باهي باهي تنهدوا له هنايا في الآخر إن شاء الله. مبروك سي راشد. مبروك رجعنا احنا ما حضرناش. والزوجة من الحقل الرياضي ولا؟ لا بعيدة شوية بعد شوية. مبروك إذا يعطيك الصحة. هيا عباس اللي من تهديت للتتويج تاعك هذا ولا؟
قرب شوي المزدحة بس ايه تحية للانترنر محمد وسراج نسكل تعبته والعيلتي ونسكل والمرأة اللي تغش عليك اللي تسمع فينا العيلتي كل صغار المثال سميها لنا سميها لنا المرأة والذر يسمونا سمينا اللي اسمها تح يوسف ويايوب ويمان ومروك وكل يا ان شاء الله يعطيهم الصحة يعطيهم ويعونوا فيك والله والعائلة والله ها زوجة تعاون فيك في ما تحبنيش ديما نمشي ما تحبكش تبت عليها لا عاد انت تخدم على روحك شنو يعطيك الصحة عباس محمد خليك قبل ما نمشي لسي راشد خليك كريم تختم كذلك الله اللي هدا هذا لكل اللي الناس اللي تعبت لكل العاملين في مركز عرب القوى الكل الرياضيين العائلتي خاصة اللي بالحق مضحين معايا الولادي والمرتي والناس اللي أمنت بالعمل هذا والناس حتى الناس اللي ما أمنتش كما قلت عام 2012 حتى الناس اللي ما أمنتش وكانت باش تتعرقل فينا راي زادتنا شحنة وعطتنا البلوس وإن شاء الله النتيجة هذه تكون شرفت قفصة من ناحية الجهوية والمحلية وشرفت تونس وشرفة العرب الكل والأفارقة الكل إن شاء الله في انتظار إن شاء الله تتويجات كذلك بالبرازيل إن شاء الله سيراشت نهدو قرب شيء المزدح سيراشت نهدو التتويجات تاعنا لتونس وأول هدا هو الرياضيين خطر هم اللي جابوا النتيجة يعطيهم الصحة والقفصة خطر احنا من قفصة شرفوا اللي فما قفاصة معناتها يتألقوا وما زالوا عندنا قفاصة خلين يتألقوا وبطبيعة البابا وامي وصحابي الكل اللي نعرفهم في القصر وفي قفصة كلها الخطيبة والخطيبة تنسيش الخطيبة يا سي راشد شكرا لكم يعطيكم الصحة شرفتونا بالحضور شرفتونا بهذه التتويجات انتظار ان شاء الله تتويجات كبيرة واكيد ان شاء الله سي محمد انتم تعبدونا بالخدمة وحنا نعودكم ان شاء الله ديما نستقبلكم في ساعة قفصة قصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.